سيادة المستشار، يعني برضو في مجموعة كبيرة من المشاهدين بيتابعونا من خلال صفحة الفيسبوك الخاص بالبرنامج، فمنهم سؤال بيقول: هل من حق مستأجر محل بالجدك، أي أن المالك لم يحصل منه على خلو أو مقدم، هل من حقه عند ترك العين برغبته بعد نحو 40 سنة أن يطالب المالك بأي مبالغ مالية؟ لا طبعا مش من حقه يطالب المالك بأي مبالغ، ده هو مستأجره بالجدك. جدك يعني مكونات العين، السمة والسمعة والمكونات المادية، فيطالب المالك به هو. صحيح. ما دفعش لا خلو ولا مقدم إيجار، لكن هو المالك عايز يديله حاجة عشان يسيب العين حاجة تانية، لكن هو يترك العين بمحض إرادته ليس من حقه مطالبة المالك بأي شيء. ملهوش. طيب يعني هنكمل الأسئلة الخاصة بالفيسبوك، ولكن معانا الأستاذ نبيه من قبل الفاصل بعد إذن حضرتك. أستاذ نبيه اتفضل يا فندم. أيوة يا فندم، مساء الخير. مساء الخير، أكلم سعادة المستشار لو سمحت. معاك يا فندم، اتفضل سيادة المستشار. المدام بتاعتي حضرتك شغالة في وزارة العدل. أيوة. وبعدين خدت حكم محكمة، هي كانت خدت جيزة 10 أيام. وبعدين حضرتك رفعنا قضية وكسبنا القضية وخدنا حكم نهائي بات بإلغاء قرار الجيزة. فراحوا ادولها جزء بعد مباحثات، يعني ده ملخص الموضوع، راحوا ادولها جزء من الفلوس بتاعت الحكم، وقالوا لها لا ده توقف الحكم عشان خاطر مش عارف في إجراءات ما تعملتش. أيوة. بس فلغاية دلوقتي من سنة 2019 ما ادولهاش مستحقاتها. يعني أخذت جزء من المستحقات، ادولها جزء من المستحقات، وبعدين قالوا لها خلاص كده بقيت المستحقات لما يجينا موافقة من وزير العدل، في حين انه احنا روحنا الوزارة وقالوا احنا بعثنا له موافقة بالفرض. طب بأي حق انه أخذته جزء والجزء الثاني لا، ما كان كله ما فيش أصلا؟ ما ماشي بحق الحكم. طب اتخذت أي إجراء تاني؟ لا ما اتخذناش أي إجراء لغاية الوقت. طيب حاضر، في أي استفسار سيادة المستشار؟ شكرا لحضرتك أستاذ نبيه، تفضل يا فندم. حضرتك هو الحكم ما بيتجزأش. تمام. يعني تنفيذ ما بيتجزأش غير في الأحكام المدنية، لكن ده حكم صادر من القضاء الإداري بيرفع الجزاء وما يترتب عليه من آثار. الآثار اللي هي إيه؟ حقها في المبالغ المادية، ده المقصود بالأثار. المبالغ المادية فيجب كان يصرف لها، لكن هو صرف لها جزء ولم ينفذ بك حكم، تتظلم حتى توصل للوزير بتدرجات. طب إيه الإجراءات التظلم؟ يعني دعوة ولا مثلا إنذار؟ ما هي واخدة حكم. طب إزاي تحصل على الجزء الثاني؟ الشؤون القانونية تخاطبها بناء على الحكم الصادر ليها كذا، لم يتم تنفيذ الحكم بالكامل، نفذ جزئيا ولم ينفذ كليا، لأنهم هم في إيدهم. أصل ده مش زي الأحكام المدنية زي ما قلنا، مش شخص أروح أنفذ عليه بالباقي إذا كان إلزام بالباقي مبلغ. حكم إداري. لا ده حكم إداري اللي قائم عليه الجهة الإدارية. تمام. ففي تعسف من موظف او من شؤون قانونيه، في الاكبر منه ان نقدم شكوى ونقدم من صوره الحكم وما نفذ منه وما بقي من الحكم لم ينفذ. تمام. يعني استاذ نبيه زي ما قال سياده المستشار، الحكم الاداري لا ما يقعدش هو. طب يسقط حقه يا فندم؟ يعني هو بيقول من 2019، هل سقط حقه في المطالبة بالجزء؟ لا هو ولا؟ الأحكام الإلزامية كلها صادرة في المدني أو صادرة في القضاء الإداري لا تسقط إلا بالمدة الطويلة، هي سقوط الإلزام اللي هي 15. يبقى يلجأ بالتظلم للجهة الإدارية الأعلى يعني. طيب الأستاذ يونان اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. أنا شغل بيت حضرتك، كان في مستأجر قديم من عدل جار من 62. من 62 تمام يا فندم؟ أيوه حضرتك. المستأجر الأصلي مات سنة 92. أيوه. وابنه مات سنة 2000، مستأجر قبل اللي فاتت 2020. أيوه فندم. أو 2019. ولاده قاعدين ومراته قاعدين في البيت. ولاد اللي هو الابن؟ ولاد الابن والزوجة بتاعته. أيوه. هل يحق لهم ولا يحق لهم تاخدوا ايه؟ وعاوز اعرف القانون القديم ده وصل لحد فين؟
القوانين القديمه دي. يعني المستاجر الاصلي اتوفى في 92 92 والابن توفى سنه 2019 اه اللي هو كان 2002 بعد 2002 هو المستاجر الاصلي توفى 92 تمام يا فندم وابنه اتوفى في 2020 او 2019 اه فانت بتسال هل هي ما رفعتش هو بيقول لك ان ابنه ما زال قاعد ابن ابنه ابن الابن ابن المستجر اللي هو الحفيد يعني هو الحفيد حضرتك بس زوجة الابن موجودة طيب انت بتاخد منهم ايجار ولا لا ما باخدش ايجارات ما باخدش ايجارات من وقت الوفاة ولا بيدفعوا العوائد الضرائب العقارية بيدفعوا شو نفس قيمة الايجار ما باخدش ايجارات من وقت الوفاة يعني ما اخدتش حضرتك اي قيمة ايجارية لا بيتحط في المحكمة ما بقبلهاش حاضر شكرا بيحطوه في المحكمة على يد محضر شكرا استاذ ايمان شكرا تفضل يا فندم حضرتك طبقا لحكم المحكمة الدستورية اللي صادر في 14/11/2002 وتم تنفيذه في 15/11/2002 بنشره في الجريدة الرسمية أصبح أن يمتد مرة واحدة للابن دون المساس بالمراكز القانونية التي أنشئت في تاريخ الحكم سواء كان بحكم محكمة أو حكما واقعيا واقعيا يعني واحد اتوفى قبل صدور الحكم اللي هو قبل 2002 امتد بقوة القانون لابنه فأصبح ابنه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية مستأجرا أصليا وبالتالي يمتد لابنه وبالتالي لما أصبح ابنه مستأجرا أصليا فيمتد لابنه فيمتد للحفيد لأني مرة واحدة يبقى إذن يعني حضراتكم حفيد المستأجر الأصلي مش حفيد الابن تمام يعني إذن الفيصل في الامتداد الحفيد هو تاريخ 2002 14/11/2002 المستأجر الأصلي توفى قبل 2002 يمتد للحفيد للحفيد اتوفى بعد 2002 ما يمتدش لا مرة واحدة للابن بس تمام. ما يمتدش لحفيد فهو بيقول الحفيد موجود الحفيد من حقه لان هو توفى سنة 92 تمام طيب نرجع لأسئلة الفيسبوك نحاول يعني نوفق ما بين كل الأوضاع في سؤال بيقول مساء الخير بدون اسم لو سمحت معايا خالتي اتوفت هل أولاد أختها ليهم في الورث علما بأن أمي متوفية قبل خالتي ومعانا أخ ولد لأن سمعنا ولاد الأخت ملهمش ورث ورأي تاني بيقول أخويا يرث وهي معاها أولاد أخوها الولاد طلع إعلام الوراثة باسمهم كنت عاوز أعرف هل أخويا يرث مع ولاد أختي أم لا لأن الوراثة صحيح لأني دلوقتي في الشريعة الإسلامية الست أو البنت أو السيدة تتعصب برجل مش تتعصب بابن واحدة لا أولاد أختها لا تتعصب من العصب العصب مين أخوها فإذا كان أخوها متوفي أولاد الأخ هم اللي يرثوا معاها بالعصب تمام يا فندم الإعلان الوراثة صدر صحيح تمام طيب معنا الأستاذ جورج أستاذ جورج اتفضل يا فندم أستاذ جورج معنا معاك يا باشا اتفضل يا فندم سؤالك ألو معاك يا فندم حضرتك معانا على الهوا أي سؤال يا سيدي المستشار أستاذ جورج اتفضل يا فندم سؤالك سؤال يا باشا أنا اشتريت بيت سنة 80 عملت إيه يا فندم؟ اشتريت بيت سنة 1980 في اسكندرية أيوة فن ففي شقة مستأجرة ومقفولة أيوة صاحبها ما بيجيش خالص مستأجر بس يبعت الإيجار بيدفع الأجرة يبعت الأجرة فمن 2015 منع يبعت أجرة فاضطريت أرفع عليه قضية فخدت حكم حكم نهائي بات يا فندم؟ خد حكم الأول أول درجة أول درجة أي يا فندم؟ طب حاول تكلمنا مرة تانية يا أستاذ جورج الأستاذ ماهر تفضل يا فندم أيوة يا باشا تفضل يا أستاذ ماهر
نوطي التلفزيون يا استاذ ماهر ونسمع بعض من التليفون. ماشي يا فندم. يا ريت علشان الصوت يبقى واضح. اتفضل. ماشي. اتفضل. ايوه يا باشا. اتفضل. انا معي متجوز مرات متجوز. ايوه. ومعي مراتي زعلانة من 12 سنة. ايوه فندم. وبعد كده طبعا هي جوزت العيال وكل حي راح مكان. وهي سابت البلد وراحت بلد تاني جنبينا يعني. ايوه فندم. فالبيت بيتها. البيت؟ بيتها هي. ابوها كتبوا لها يعني والكلام ده. فعايزه تطلعني، هل من حقها تطلعني وانا واضع يدي متجوز من 30 سنة؟ طب سيادة المستشار عاوز يسأل حضرتك يا فندم، اتفضل. هو أنت مقيم معها في بيتها هي؟ بيتها هي يا فندم. في بيتها هي. ايوه الاقامه بتاعتك في بيتها هي، مقيم معاها في بيتها هي. طب ما انت بتقول على خلاف معاها ومن كذا سنه، ازاي مقيمين مع بعض في نفس الشقه؟ بنفس مقيمين مع بعض، هي في حالها وانا في حالي. هي ما زالت على ذمتك؟ نعم. ايوه على ذمتي، لان ما فيش طلاق عندنا. تمام. طيب في اي صفه؟ ما فيش موضوع طلاق ولا في اي حاجه. يعني ما حد لا المحكمه ولا الكنيسه عايزه تطلق. في اي استفسار سياده المستشار؟ شكرا استاذ ماهر. ايه الموقف هنا فهم؟ موقف ان هو ده منزل زوجي. سواء كان باسمها او باسمه، هو ده منزل زوجي. منزل زوجي يعني ما تقدرش تخرجه منها غير في حاله ان هي اذا طلقت منه. تمام. الاستاذ عماد اتفضل يا فندم. اهلا، مساء الخير يا استاذ. مساء الخير استاذ عماد، اتفضل. سلامي لسياده المستشار. شكرا، اتفضل. الاستفسار دلوقتي في محل في منزل الوالد، كنا عملنا عقد ايجار قانون جديد. والمستاجر امتنع عن دفع القيمه الايجاريه من شهر مارس 2012. حتى بعت له انذار في كان شهر 7/2017. ايوه. وبعدين بعت له انذار ثاني في 2018 ورفعت دعوه. هو كان بيقول ان هو دفع مقدم ايجار، في حين ان عقد الاتفاق وعقد الايجار ان هو ما دفعش اي مبلغ على سبيل مقدم ايجار. ورفع دعوه وخسرت الوسائل. عمل ايه يا فندم؟ رفع دعوه بيطالب ان هو دفع مبلغ على سبيل مقدم ايجار. يعني رفع دعوة بأنه هو دفع قيمة نقدية لحضراتكم يعني. تمام. هو ما كانش دفع، هو ادعى أنه دفع على سبيل مقدم إيجار. الصوت مش واضح يا أستاذ ماهر. هو ادعى أنه دفع المبلغ ده على سبيل مقدم إيجار. تمام. فالسؤال، هل هو دلوقتي الفترة اللي هو ما دفعش فيها قيمة إيجارية وبعد كده ابتدى يبعت إنذارات عرض القيمة الإيجارية. معايا أستاذ نشأت؟ معاك يا فندم. هل هنا في تقادم بالنسبة للقانون الجديد الخمس سنين، ولا أنا أطالبه باعتبار المبلغ اللي هو امتنع عن سداده من 2012؟ يعني هو ممتنع من 2012 وحضرتك رفعت دعوة في 2017. مظبوط. وابتدى يدفع في 2018. ابتدى يدفع بانذارات عرض ب 2018. بأثر رجعي ولا بدءا من 2018 بيدفع لغايه دلوقتي واللي فاتت ما دفعش؟ لا، هو كان بيبعت الانذارات بيقول فيها على سبيل تحت حساب القيمه الايجاريه للتسويه، لكن ما بعتش الانذارات محدده عن. طب انتوا سؤالي لحضرتك. اتفضل. انتوا كنت بتستلم الايصال الفلوس وبتمضي له على الايصال بمخلصه؟ لا، بستلم على الانذار وعرض مكتوب عليه مع حفظ كافه الحقوق القانونيه والصيغه اللي هي. يعني كان بيبعتها لك بانذار رسمي على يد محضر؟ على يد محضر، مظبوط. ده من سنه كام كان بيبعت لك الايجار؟ من 2018. من 2018 بعد. والمدة اللي قبل كده من 2012 ما ارسلكش ايجارات خالص على محضر؟ لا. ولا في العوائد ولا هنا ولا هنا؟ نهائي، لا على دفع في عوائد ولا بإنذار
يعني سؤالك استاذ عماد بتقول انه من 2012 ل 2017 هل سقط حقك في المطالبه بالتقادم ولا لا؟ ايوه تمام كده يا استاذ مشرف. حاضر يا فندم. حاضر اتفضل يا فندم. فهل انا هنا دلوقتي لما اجي ارفع دعوه انا كنت رافع عليه دعوه بعدم دفع القيمه الايجاريه معايا يا استاذ مشرف؟ معاك يا فندم. وبعدين راح ما هو في كان في دايره ثانيه الدعوه اللي هو بيطالب فيها بمقدم الايجار. فقال في الدائرة اللي أنا دافع فيها دعوة عدم دفع القيمة الإيجارية القاضي علق الحكم الحين الحكم في دعوة مقدم الإيجار. حاضر. ودعوة مقدم الإيجار المحكمة استدعت شهود ودت خمس مرات أجل لاستدعاء شهود وهو ما قدمش شهود لأن ما كانش عنده حق وكان الدعاء باطل. تمام حاضر. النهاردة أنا خدت حكم أنا هرجع أعمل تعديل في الدعوة اللي أنا رافعها بعدم دفع القيمة الإيجارية. عن المدة السابقة. هل بقى ما سؤالي المعالي المستشار معايا أستاذ نشأت؟ معاك يا فندم. هل أنا بقى أرفع الدعوة بتبقى اعتبارا من امتناعه عن الدفع بانفراد عرض أو في العوائد أو أي وسيلة كانت؟ حاضر. ولا الفترة دي بتبقى سقطت بس هو عقد إيجار قانون جديد؟ خلاصة القول يعني من 2012 ل 2017 من حقك ولا مش من حقك؟ حاضر يا استاذ عماد اتفضل يا فندم. المادة 374 من قانون مدني حددت السقوط. كل القيمة الإيجارية أو التزامات الدورية المبالغ الدورية كلها تسقط مضي خمس سنوات حتى الضرائب تسقط تسقط مضي خمس سنوات. إذا كان بس هنا من كام 2000 عشان تحسبها من مثلا من 1/1/2012 لغاية خمس سنين يبقى 1/1/2017 يبقى اكتملت المدة القانونية دون مطالبة. إذا كان هو أرسل له إنذار أو أي مطالبة يبقى هنا انقطع التقادم. يبقى انقطع التقادم بأي مطالبة تحصل في الموضوع قبل الخمس سنين. قبل الخمس سنين لكن ما حصلش مطالبة إطلاقا بإنذار رسمي على يد محضر أو دعوة حتى اترفعت في جهة غير مختصة أو أي شيء من ذلك يبقى هنا اكتملت الخمس سنين تسقط. تمام. يجي هنا في الدعوة أيحكم إيه القاضي؟ أيحكم في الحالة ده هي بعدم قبول الدعوة لأنه هو طالب بمبلغ أزيد لأن في فترة سقطت هو مطالب مثلا بمئة جنيه وانت من حقك في السنوات اللي بعد الخمس سنين كذا وهو مسددها يبقى عدم قبول الدعوة لأنك انت التكليف وهو الإنذار اللي بعته هابط الأثر لأنه مش بالقيمة الحقيقية المطالب بها لأن الفترة اللي فاتت سقطت وأيضا الإنذارات الفترة التالية عملها لك إنذارات يو أنت بتطالب به الفترة الأولانية سقطت بالتقادم والفترة التانية سددها لك. يبقى إذا الحق بيسقط بالتقادم بمضي خمس سنين بالنسبة للإيجار. بمضي خمس سنين كل أشياء دورية متجددة تسقط خمس سنوات. سنوات لكن حتى لو الضرائب لو تم القيمة الإيجارية مرتبات أي شيء متجدد دوري بمضي خمس سنوات الأستاذ جورج تفضل يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير لو سمحت أكلم المستشار. معاك يا فندم سيادة المستشار تفضل. ماشي سيادة المستشار أنا كنت واخد شقة أو مؤجر شقة قانون جديد لمدة 3 سنين وفات سنتين من العقد وجي صاحب الشقه دي اللي انا مأجر منه وكاتب معاه العقد توفى. الفلوس بقى او القيمه او الايجار الشهري ده زوجته موجوده هل اديه لزوجته ولا اعمل فيه ايه؟ حاضر يا فندم. ماشي ولا اودعه هو كنت انا بحط حسابه في البنك. تمام. بعد توفى الشهر اللي فات ده هو اديت اول شهر اديته لمراته اللي هي موجوده. طب عملت لك مخالصه بيه يا فندم؟ احنا في السنتين الاولانيين لا اخر ايصال
لا انا ما باخدش ايصالات. يعني اودعت اللي حسابها في البنك برضو؟ لا في المره دي بكلمها بقول لها اودع لك الفلوس في البنك، قالت لي لا ادهم لي. طب الايصال مكتوب ايه فيه؟ لا انا ما باخدش منه ايصالات. يعني ادهم لها كده من غير اي ورق؟ الاول كنت في البنك بيبقى معايا ورقه البنك، ودلوقتي اخر شهر ما اخدتش اي مستند. ما خدتش منها حاجه. هو طبقا للقانون المدني الجديد 4 لسنة 96 ولا القوانين الاستثنائيه القديمه؟ لا الجديد 3 سنين وعدى سنتين والمستاجر توفى فدلوقتي باقي سنه، فمش عارف يدي لمراته ولا يعمل ايه الاجراء. ده من حقه يدي لمراته او اي. شكرا استاذ الورث. شكرا. بس لازم يحصل على ايصال. ممكن يحصل على ايصال لان ده قانون جديد، يعني حتى لو ما حصلش على ايصال بانتهاء المده هيترك العين لو عايزينها، لكن هما قوانين جديده او التاجيرات الجديده ده هي بيوقع المالك، هو محتاج ان المستاجر يوقع موجود علشان يحصل منه الريع. لكن الايجارات القديمه دي اللي هي الرصة جدا 4 جنيه و10 جنيه دي فيخشى انه بيها يطرده. لكن الايجارات الجديده مش هيطرده لان هو بياخد قيمه ايجاريه كويسه اللي طالبها هو. تمام. اذا لنا نخرج الفاصل، بعد الفاصل نكمل موضوعنا عن تنفيذ الاحكام المدنيه والاداريه. اعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل معكم.